استسقاء البطن، لكن كثير من الناس لا يستوعبون معنى كلمة استسقاء في المخ. تمام. هو اللي خلق المشكلة بتاعت الاستسقاء المخ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في دورة مية تحيط بالمخ من جوه ومن بره، علشان المخ طري جدا وموجود في علبة صلبة جدا، فلو الواحد وقع أو اتخبط كان المخ ده هيبوظ على طول. فالحل إن أنا أعمل له نظام حماية بالمية من جوه ومن بره. طبعا ده هيقتضي ان يبقى في حنفيه تنزل ميه وبلاعه تشرب الميه، فلو البلاعه اتسدت هتفضل الحنفيه شغاله مش هتوقف، هيبدا الميه تزيد 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 وتدوس على المخ تفعصه وتبوظه، وده طبعا بينعكس ان الراس بتقعد تكبر زي ما احنا بنشوف في الصور وكده، وبتنتهي بالنهايه انها بتتلف المخ. فهو ده الاستسقاء، ان البلاعه بتتسد او الميه ما بتوصلش للبلاعه فتفضل الحنفيه شغاله والميه تزيد. هنقرب شويه من الاسباب بشكل توضيحي اكتر والاعراض. تمام. أهم أسباب إن الاستسقاء هو العيوب الخلقية في التوصيلات بتاعة السباكة بتاعة المخ. لو في عيب في التوصيل ممكن المية ما توصلش. تعبير السباكة تعبير هو فعلا حقيقي صح، لأن هي فعلا مية طالعة مية خارجة. صح بالظبط، هي فعلا سباكة. فأكتر حاجة بنشوفها الماسورة اللي بتوصل من خزانات المخ للبلاعة بتتسد، فتفضل الخزانات تكبر تكبر تكبر. الحاجة التانية نفس الماسورة دي ممكن تتسد بقى نزيف، وده بنشوفه كتير في الأطفال اللي بيقعدوا في الحضانات أو بعد التهاب زي التهاب سحائي، وبرضه مع الأسف نسبتهم كبيرة قوي في اللي بيقعدوا في الحضانات. فعادة اللي بيدخل حضانة أو حاجة الفرصة إن يجيله استسقاء بتبقى كبيرة. يعني دي أهم أسباب اللي هو العيوب الخلقية زائد النزيف أو الالتهاب. الأعراض لازم ده طفلي كمان صح. لازم بقى كل أم تاخد بالها علشان لو حصل استسقاء نلحقه بدري قبل ما المية تزيد وتبوظ المخ، وده عن طريق الملاحظة بالعين. يعني هي هتلاحظ ان راس ابنها اكبر شوية من الطبيعي، او تلاحظ مثلا الاوردة بتاعته تحت الجلد منفوخة جدا. وساعات بنلاقي العينين الاثنين سقطوا الى اسفل، دي برضو من العلامات المميزة. زائد ان ربنا سبحانه وتعالى ساب لنا احنا شباك، يعني يعتبر شباك ذهبي في اعلى الرأس، منطقة مفتوحة تقدر تعرف منها ضغط المخ مجرد انك تلمسه. فلما الضغط يبقى طبيعي بتبقى الحتة دي سقطة اللي هو بيسموه اليافوخ. لما الضغط بيعلى الحتة بتعلى بتبقى عالية جدا ومنفوخة زي البالونة، وبعدين تقعد تكبر مع الوقت. دي علامة سهلة أي أم بسهولة ممكن تعرفها.